خيط الروح كان زينة فوق راس المرأة الجزائرية بالفضة ولا بالذهب، مرصع بالزمرد والمرجان، وحجر كريمة من كل الوان تدل على جبهة العضلات باش تزيد على سرهم زين وبها. جداتنا من بكري كانوا يزينوا به ويزيروا به سترة الراس، مشبح بأشكال هندسية على حسب عويد وتقاليد المنطقة. نلقاوها بدوائرات، أهلال، مثلثات كبار وصغار، مربوطين كامل بسنسلة ولا عقدات. الأوراس والقبائل كانوا يسموه تاع الصابت، وفي تلمسان اسمه كانزلوف. كما كاين تاج المدينة اللي يجوز فيه خيط يتغلغل بين الشعر، يخلص بخطافات يربطوها مور الرقبة ويزيروها على الرأس. وفي جبل عمر عند ولاد نايل وبني مزاب، انسا كانوا يلبسوا تاج من قوش بحجر كريمة تشبه للحوتة ولا حبة التمر ولا حتى الشعير، مربوطة بخيط ولا حاشية فوق الرأس. بالزيادة على زينتو، كي تلبسوا المرأة الجزائرية فوق رأسها تتباهى به وين ما تروح، وقبل ما تبدأ تعرف على نفسها بالهدرة ينطق خيط الروح ويحكي على أصولها. خيط الروح يتلبس مع لبس تقليدي كما الكراكو، فوق فرارة تحرير ولا محرمة الفتول ولا حتى الشدة المسانية، ينحط على جبين المرأة ولا يتلف على رقبتها. كي تتزوج الطفلة يا تدي خيط الروح معها في شرطها ولا يشرطهم مالها في صداقها. هاد الزينة قديمة في تاريخنا، تولدها الطفلة على يمها. على هذا كاين عائلات في الجزائر عندهم خيوط الروح قدم وسومتهم بزاف غالية. ومن نحكي على الزمان حكينا على خيط الروح وقلبنا بزاف مشروح. الله يزين حطت كل مرة جزائرية وين ما تروح.